خلي بالكو، أنا خلصت كلامي كده واسمحوا لي إن أنا لا أتدخل في الشأن الداخلي لأشقائنا في تونس، لا أتدخل، لكن بقول لهم لكل الشعب التونسي، الظروف الاقتصادية صعبة جدا على كل العالم، حافظوا على بلدكم، حافظوا على بلدكم، خلي بالكم من بلدكم. طب أنا بقول الكلمة دي دلوقتي ليه؟ عسى إن الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة أخد أجر إن أنا وصيت بالخير، وصيت بالسلام، وصيت بالأمن، وصيت بالتعمير، وصيت بالتنمية، وصيت بالاستقرار، ما وصيتش بالترويع ولا التخريب ولا التدمير ولا القتل ولا الإزاء ولا الشر ولا سعيت له. فبقول لكل اللي بيسمعني في كل حتة، خلي بالكم من بلدكم، خلي بالكم من بلدكم، ما تضيعوش بلادكم، ما تضيعوش بلادكم. أنا متشكر ليكم جميعا وبشكركم جدا، وكتر خيركم وربنا يحفظكم ويرضيكم، وانتم جبرتم خاطرنا وخاطر كل المصريين باللي قدمتوه لينا. يا رب يعوض عليكم، لان احنا مش هنقدر نعوض عليكم، يا رب يعوض عليكم. و يكون الثمن اللي انتم قدمتوه لمصر ده في مكانه وفي محله. متشكرين، متشكرين ليكم، متشكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.